ضمن نشاطات مناضلي الحركة الوطنية للإنقاذ، نظمت المناضلة زهرة موسى أبرص معدوبة على شرف نساء الحركة الوطنية للإنقاذ. كان ذلك بحضور عدد كبير من المناضلات والمدعوات إلى جانب النائبة البرلمانية خديجة حسب الله. حليمة سعدية يعقوب ومزيد من التفاصيل. وأيد انتهاء فعاليات المؤتمر السادس الآدي لنساء حزب الحركة الوطنية للإنقاذ في دورتها الحالية، وبذلك فقد قامت المناضلة هاج زهرة موسى بتنظيم مأدبة على شرف النساء اللائي هدرن هذا المؤتمر. وبهذه المناسبة فقد جرى حفل خطابي استهلت بكلمة زهرة موسى، والتي قدمت شكرها لسيدة البلاد الأولى هند ديب إتنو رائية الحفل ورئيسة الشرف لنساء حزب الحركة الوطنية للإنقاذ، والتي كرست جهود كبيرا في ترقية المرأة واستقلاليتها. أما النائبة في الجمعية الوطنية خديجة حسب الله، حيث قدمت كلمة رحبت بمبادرة المناضلة زهرة موسى، والتي سأت في توهيد صفوف النساء في الحركة الوطنية للإنقاذ وجمع كلمة والقيام بتحقيق مكاسب السياسة على الصعيدين الاجتماعي والسياسي. ونشير إلى أن مثل هذه المناسبة الغرض منها تأبئة النساء لأجل المساهمة في النشاط الحزبي على مستوى البلاد. في هذا الخبر لمناضلات الحركة الوطنية للإنقاذ ننهي العرض الأخير. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.